هل الارض 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 ايه انتبه على النقطات اللي عم يزيحوا كله هذا كرال كان كله انتوا عاملينه انتبهوا له طلع يا اهل الارض 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 لا 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 عم تضرب الارض صارت معكم كيف؟ يا اهل الارض يا اهل الارض يا اهل الارض بلقط النقطه اوكي اللي بدي اياه منك اللي ما عرفت تعمله انا بالنسبه لي بوزيسيون تبع الصوت كيف كنت عم تغني هذيك الساعه مع صابر العاده وقت تقول انا بنعمل له دراماتيك ما من ضروري نشد ونوتره يا اهل الارض هون يا اهل الارض وقل لي هلا يا اهل الارض يا اهل لا اعلى يا اهل الارض وانتو التراب عمالو شعرة وفلاحين شو هم الارض وهم التراب ليش ما تعمل بس انتبه فعلا هي لها علاقه بالوطن والعز والعنفوان وكل شيء بس انتبه غسان بغنيها شوي فيها شويه هيك لا را 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 يم يا را 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 مش كلها انه شوي بيرخيها شوي انت عملها مشنجه شوي اوكي سوري غسان صليبه عم بغنيها سوري انا بغنيها بعنفوان بس نفس هذا سوري انا اسف بس عم بزت عرب في محلات في عرب صغيره هذول اللي عم بتطري هو نفس العنفوان ما فهمت علي انت سوري ما عم بحكي عن عنفوان عم بحكي انه مجمده هونيك في عرب هداك فهمت شو قصدي؟ لا ري را ري لا ري را 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 يا ايه بيعمل لا 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 ما هيدي اهميتها اوكي؟ لانه هي فعلا هيك بس شعرا مثل ما بيقولوا رطبه وجميله فهمت كيف؟ انه منا ناشفه حرام تطلع جامده فهمت الفكره وين؟ بعدين ما تسنج حالك يا عم تغني صح بس عم لك الافضل قلت لكم النقد رح يصير اصعب اوكي والكريتيك رح يصير الملاحظات رح تصير اقسى لهالسبب عم تغني صح وفي واحد يشوفها انه غنيتها منيح بس عم لك شو الافضل اوكي هلا ترجع ما اقطع بدك ترجع تغنيها فهمت شو عم بقول لصير؟ هو موجود هونيك والكورال هيك موجود. هذا بيور رحبان ستيل ايه؟ ها؟ الكورال هو مصير ايه بس عم بقول انه بالكورال بالاصلية كمان موجودين. ايه هون لا، هون طلع شوي كاري سكوير. اوكي؟ صح عم تغني منيح والستيج يعني انه التورنيدو ستاند تبعك منيحة بس أنا عم بقولها أكثر إنه فيك ترخيها شوي ترطبها، أوكي؟
اسمعوا شوي، خلوني انا اسمع لحالي اعطي الاراء، مش انتو. في غلطه صارت اخسي وانا بعطي اراء. اجمالا منيح التايم كثير له لمحمد اليوم، اغنيتين كثير منيح، بس انا عم بقول لك شو الافضل انك تعطي. هلا لا را را ري را 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 اللي اياها يا اهل الارض وانتو تياب، يا اهل الارض وانتو ترابا، لا خليك يا اهل الارض وانتو ترابا، عمالوا شعرا وفلاحين، شو هم الارض وهم ترابا، ارض اللي اهلها متحدين. هلا اريح عم تغني ايه من هونيك، بس كمان التم تبعك ريحه لحتى ما يضيق لك الصوت شوي، ما طارح ضل مشنج كان. اوكي بس اجمالا منيح، قطعه صعبه شاينه فيها مسافات، وقطعه كثير حلوه لالي شويري هو اللي عملها، شعر وموسيقى. وايضا غسان صليبا اداؤه كمان فظيع، وايضا محمد رمضان قضية. هلا فيكم زقفوا له يا محمد. منيح محمد، فهمت شو قصدي؟ عشان العقل يكون يا شيء من عظمة التاريخ وأناشيد البطولة، وعملت منيح التابلو، برافو عليك، كنت تماما مدموج فيه وجيد، وأكيد تابلو كثير حلو كمان. روعة الصوت وسحر المشهد، فيها كل عناصر الجمال المسرحي، وبكل فرايم في لوحات رائعة ومواقف ما بتنتسى. خلينا نتذكر أبرز محطات الفرايم الماضي بهالرقم. هلا شو عنا؟ أنا وأسماء حسن. أوه